غادر الرئيس محمد الشيخ رزواني نواكشوط اليوم الاثنين متوجها إلى مدينة قرطبة الإسبانية للمشاركة في اجتماعات العقبة حول منطقة غرب إفريقيا والساحل التي تنعقد برئاسة مشتركة بين العاهل المغربي بين العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ومن المقرر أن يتوجه الشيخ رزواني بعد ذلك إلى فرنسا للمشاركة في ندوة دولية، بعدها إلى السعودية لأداء مناسك الحج. يذكر أن مبادرة اجتماعات العقبة انطلقت عام 2015 بهدف تعزيز التنسيق الأمني والعسكري وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.